كما اطلع وزير الداخلية اللواء الركن محمد بن عبد الله القوسي على سير العمل والتجهيزات الجارية وفق الخطة الأمنية لتأمين إحياء الذكرى 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في ميدان 70، واستمع إلى شرح مفصل عن سير العمل الأمني من قبل اللواء الركن رزق صالح الجوفي وكيل الوزارة لقطاع الأمن، موضحا فيها التفاصيل التي احتوتها خرائط خطوط سير الحشود المشاركين من حيث الدخول والخروج ومواقف السيارات، وكذا الكادر الأمني المطلوب لسير الحفل الجماهيري بسلامة، بما في ذلك أسماء الوحدات الأمنية المشاركة. وأشاد وزير الداخلية بالجهود المبذولة من قبل اللجنة الأمنية واللجنة المنظمة بشكل عام، متمنيا أن تسير هذه الفعالية التنظيمية الوطنية بسلام وسكينة بتعاون الجميع. هذا وبدأ المشاركون في مهرجان الذكرى 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام بالتوجه إلى العاصمة صنعاء، حيث تقاطرت جموع من أبناء مديرية ريف إب بالسير إلى العاصمة للمشاركة في مهرجان التأسيس بميدان 70 الخميس المقبل ليكونوا في طلائع الوافدين. تحتشد الآن للانطلاق إلى ميدان 70 المجموعة الأولى التي ستنطلق الآن. المجموعة الأولى التي ستنطلق الآن مع هذه الأهازيج الشعبية والأفراح، سنلتقي في 70، 70 الوفاء، 70 الوطن، 70 المؤتمر الشعبي العام، 70 الزعيم علي عبد الله صالح، لنحمل رسالة أننا واقفون ضد العدوان، محتشدون للجبهات، محتفلين بذكرى 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، حزب الوطن، حزب اليمن، فنقولها جميعا بالروح بالدم، نفديك يا يمن. الآن نحن متجهين إلى ميدان 70 إن شاء الله، ونفتخر ونعتز بشهدائنا ورجالنا الابطال. متوجهين الى ميدان الصمود والتحدي للذكرى 35 لتاسيس المؤتمر الشعبي العام، ونقول للزعيم علي عبد الله صالح سر ونحن معك بالروح بالدم نفديك يا يمن. نازل الى 70 الان، الان انا متجه على 70. انا بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. ضحوكنا بحياتي وبعمري وبزملائي وبالشهداء من اجل الوطن ومن اجل علي عبد الله صالح. هذا وازدانت العاصمه صنعاء بمظاهر الاحتفاء الشعبي بذكرى تاسيس المؤتمر الشعبي.